فين الدي ام اكس على بي ام اكس في الاستوديو ببقى ديسكونكت بسوح البيتش بسغلل اكن جلتش انا ما بعتمدش ولا بلودز ولا كريبس ميلوديك تشربها تحفظها سك وما تجوتش مهما تعمل معتقدش انك توصل دي هنا اضيع ضهرك ما تكرتش لف لف مهما تلف تدوري برضو مش هتطولي مني دفر ما تيجي معايا دغري كفايه لف ودوران علشان انا زخر ولا داكس ولا ديني فيا كل العبر بس صعب تلاقي الجهد محبش المشاركه الا في حاله واحده قشطه احبها لو في دوش من الاول وانا عارف ده بس قلت ما فكرش بس لالا صعب عدى فوت كل حاجه بقت على المحك لما جالنا على المحك لما حيل اقلبها ملحه ما لو لمحت حد ماشي بفن لقم خزنتي واخده وضعي القتل وما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما تشوفنيش في الجد ما تشوفنيش بالجد ما بقدمش السبت وما بحتاجش لحد وما بحرقش في حرب ما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما تشوفنيش في الجد ما تشوفنيش بالقلب ما بقدمش السبت وما بحتاجش لحد وما بحرقش في حرب ما بهزرش في ده من الدم من التم من كيف مسك الفاس نزل ضب في غيط فمي ده كلبت الدس منين شافوا الطفية نزلوا يلموها يمكن يوصلوا حتى لطرف الخيط فمي بيراب وبيسيلبريت سمعوا ان تقلوا مليون جروم في شوت روم مترونوم قطر يدوس تروم ما تقارنش فرضة بالألماز محطة بالمطار محطة من الأرقام ما تقولش كده عيب كينج كونج قدام تيس ما تقارنش بيكم ده تسنوق فيه ما كلناش من الهلس عيش ما بتعملش غير السهل بالنسبة لنا ليه بالنسبة لك صعب عم نعرف بيه من أي شيء من الاول وانا عارف ده بس قلت ما فكرش بس لالا صعب عدى فوت كل حاجه بقت على المحك لما جالنا على المحك لما حيل اقلبها ملحه ما لو لمحت حد ماشي بفرد ملقم خزنتي واخده وضعي القتل وما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما تشوفنيش في الجد ما تشوفنيش بالجد ما بقدمش السبت وما بحتاجش لحد وما بحرقش في حرب ما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما بهزرش في ده ما تشوفنيش في الجد ما تشوفنيش بالجد ما بقدمش السبت وما بحتاجش لحد وما بحرقش في حرب ما بهزرش في ده